أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا؟ إذا حضر قسمة المواريث أقارب ليسوا من الورثة، أقارب ليسوا من الورثة، أو مساكين أو يتامى يعطون شيئا من المال الذي يقسم دفعا لتطلعهم إليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. ولذلك قالوا كل مال يتجدد للإنسان، كل مال يتجدد للإنسان من ميراث أو غيره، وعنده ناس فقراء أو يتامى، ينبغي أنه يعطيهم منه، أنهم يتطلعون إليهم ويشوفونه.